اشرف باك ليفت ماشي، سيرد باك ماشي، وبيتالق في العالي وفي ال... وفي ال... وفي الواطي. هيخلص عليك اهو. لا النهارده عامل جيم كويس قوي ما شاء الله عليك، واكتشاف في مركز السيرد باك، يعني اكنك سيرد باك قديم يعني ما شاء الله عليك. قول لي مباراه صعبه النهارده بكل المقاييس، لكن بتساوي الكبده دي صح الصح وراجل صح بتساوي بطوله الدوري طبعا. الحمد لله طبعا ببارك للعيبه الرجاله على الموسم الطويل، موسم صعب زي ما بيقولوا، موسم استثنائي. قدرنا طبعا الحمد لله نحقق البطوله الاغلى في تاريخ النادي، بطوله الدوري. طبعا بنهديها طبعا للجمهور اللي دايما في ظهرنا ودايما بيساندنا، وطبعا لاداره النادي والجهاز الفني اللي تعب معانا. فطبعا الحمد لله طبعا، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. عاوز تلعب باك ليفت ولا كمل في السرد باك؟ والله اللي هم حلو يا عم والله انا ممكن العب اي حاجه يعني، تحت امر الجهاز الفني في اي وقت العب هنا العب هنا، ما عنديش مشكله يعني، ممكن اقف جون زي ما اليوم. كابتن سيف، كابتن